المسلمين كانوا فتح مكة كانوا كام؟
10,000، ودي ما كانش حصلت قبل كده. فدلوقتي بقى هم زادوا كمان 2000 من اللي اسلموا من مكه، لان بمجرد ما الاسلام دخل مكه وعفو النبي صلى الله عليه وسلم العظيم المعروف ادخل ناس كثيرين في الاسلام من اهل مكه. فالمسلمين زادوا في فتح الطائف قد ايه؟ وفي غزوه حنين قد ايه؟ كمان 2000 من المسلمين الجدد. ابو سفيان وعظماء الشرك كثير اسلموا، مكة يكاد يكون مكة كلها اسلامت. المسلمين قالوا خلاص بدون العملية وما بقى من قلة، بقى خلاص ديت العملية ديت مش محتاجة حاجة. خدتهم شوية الغرور شوية. يعني احنا ده احنا كنا بنحارب بكام في بدر كانوا كام؟ 313 بدر 313 في أحد كنا 1000 الخندق كنا 3 قصاد العرب كلهم ما قدروش عليه. طب احنا دلوقتي بقى مش 1000 ولا كده، احنا دلوقتي 12,000 رايحين على قبيلتين، يعني كل واحده مثلا 2000 3. ده احنا لما كنا بنكون نصفهم او ثلثهم كنا احنا بنهزمهم. خلاص بقى شوفوا احنا معانا قد ايه، وشوفوا الاسلحه وشوفوا الرجال وشوفوا العدد والعدد، لانه زمن يوم أراد الله سبحانه وتعالى أن يلقنهم درسا. يجب نحن أن نقف عند هذا الدرس. هوازن وثقيف بدأ ينصبوا الكمال. المسلمين داخلين وشايفين بقى الجيش الصغير اللي قدامهم وراهم النساء والذراري والإبل والغنم و فقالوا ده هيبقى غزوة يعني كلها 100 100 كلها غنم. عارفين ان 4 أخماس الغنائم بتتوزع على الجيش. فدي غزوة يعني غزوة أنفال. فدي كويسة الغزوة حلوة. ف اللهم صل على سيدنا محمد. فبالفعل المسلمين دخلوا بدأوا بالهجوم. فإذا بهوازن وثقيف بقى كانوا معديين الكمائن بتاعتهم، إذا بهم يمطرون المسلمين باستهام من كل جانب. حتى ان المسلمين ارتبكوا كل الارتباك. الوف الناس داخلين وامطار من السهام في وجوههم. فبدات الخيل تنفر من السهام ومن كثره السهام، حتى ان كان اول الجيش كان يدوس اخره. وهم بيفروا من هذه من امام السهام. سبحان الله، ايه ده؟ دول 12 دول الكثره؟ فين الكثره؟ ده خد بالك احنا بنتكلم عن جيش فيه خيار الصحابه. احنا بنتكلم عن كل اللي انت عايز تذكر اسمهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شو انت عايز تذكر مين؟ معانا في هذه الغزوه. فالمسلمين يعني ارتبك الجيش الاسلامي ارتباك شديد جدا جدا، كما قلنا لدرجه ان كان اخر الجيش ما كانش بيديله السهام، لكن اللي كان بيدوسه اول الجيش فرارا، وكان اول الجيش هو اللي بيهاجم اخر الجيش. ولا المسلمين يلوذوا بالفرار في سفوح الجبال. وبدا بقى بعض ضعاف الايمان يقولوا هو ده الاسلام اللي بتقوله هتهزموه الدنيا، هو ده اللي محمد وعدنا بيه، بالذات من بعض اهل مكه، هو ده اللي محمد وعدنا بيه. طب شوفوا اللي حصل بقى. الناس اللي جاهزين للشماته في وظف الشده، اللي كل ما يحصل مطب احنا اتفقنا على عملنا، اتفقنا ان مثلا هنفطر، حصل في الافطار مشكله، مش قلت لكم بلاش افطار؟ مش كنت بقول لكم؟ مش عارف اتفقنا ان احنا ناخد الشباب ونروح مثلا نلعب في مكان معين، حصل مشكله، حصل وقف، مش قلت لكم بلاش نطلع ونبدا بقى. وكان كل المشكله كان هو في رايك ان الناس ما استمعوش لرايك. ده خطا من الايمان الا تشمت باخيك، ومن صدق الشورى ان انت بعد ذلك كمعارض الشورى، اذا الشورى اتفقت على راي خلاص انت تكون اول المشاركين بعد ذلك. احنا بنقول هنطلع يا حاج حمدي عايزك تظبط لنا حبه مشاوي كده تمام، وعشان هنطلع ناكل في البارك مش عارف في اليوم الفلاني. فحصل مشكله. لا خلاص بلاش البارك ده، لا اعزلوا.
الاكواد. بلاش الاكواد كده اللي هي هو البار كده للاكواد. ما حصل مشكله في البار ورا خلاص بقى يقول لك لو سمعتوا كلامي الحكمه لو سمعتوا للحكمه وللعقل وللمنطق فسبحان الله والحكمه لا تجتمع في عقل. ربما احنا لو قعدنا ما كناش اتعلمنا هذا الدرس، وهذا الدرس افضل من السلامه اللي احنا بنبحث عنه. الشاهد اراد الله ان يعلمنا احنا ويعلم المسلمين على مدار تاريخ هذا الدرس. فالصحابه لما تراجعوا وفروا من مطر السهام وبدا يتحدث ضعاف الايمان، النبي صلى الله عليه وسلم وقله قليله جدا تلهم واقفين معاه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وإن فار الفارون وإن تقاعس وتخاذل المتخاذلون أنا ثابت على درب، ولو سأسير في هذا الدرب وحدي يكفي أني على درب الأنبياء، لا يضرني من سيمشي معي ومن لم يسر معي. أنا إمامي في هذا الدرب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله أنبياء الله ومرسلوه. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم اختلف مع زوجاته وربنا سبحانه وتعالى قال: أنتوا رايحين فين؟ خدوا بالكم، أنتوا دلوقتي بتتخانقوا مع مين؟ وما بتسمعوش كلام مين؟ إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. بتعمل طاعة ما يضركش بعد ذلك ان الناس يخذلوك او ما يخذلوكش. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وثبت معه قلة من اصحابه، وامسك بلجام بغلته سيدنا العباس وقال له: يا عباس نادي في القوم، نادي في القوم، نادي اصحاب الشجره. سيدنا عبد الله بن عباس: يا معاشر المسلمين، هذا رسول الله، يا اصحاب الشجره. ثم مين؟ بايعت رضوان. يا معشر الانصار يلي بيعتوا تحت الشجره، يلي عاهدتوا النبي صلى الله عليه وسلم ان انتوا تنصروه، فين هذه النصره؟ يا اصحاب الشجره. فلما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالذات لما الانصار سمعوا هذا النداء، نداء العتاب، آلمهم هذا النداء وندموا على هذا الفرار. وبدأ الانصار، الصحابه كلهم لا سيما انصار النبي صلى الله عليه وسلم، انصار اهل المدينه، قالوا: يا الله، احنا ناخذ للنبي صلى الله عليه وسلم وقد عاهدناه على النصره. فرجع الانصار وحملوا على القوم حملة حتى أرادوا وكتب الله النصر للمسلمين. طبعا بطل الأحداث طيبة، كتب النصر للمسلمين. المسلمين بقى خدوا كل هذه الغنائم التي أبيحت لهم، خدوا كل هذه الغنائم. فالصحابة غنموا غنائم ما شافوهاش قبل كده، ما شافوهاش قبل هذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جه يقسم الغنائم، صلوا عليه، بدا يوزع. بالله عليكم بقى، مين اللي يستاهل في الموضوع ده؟ مين اللي يستاهل بالزياده؟ مين اللي يستاهل الكرم؟ اللي قاعد بقى يشوي ويتعب ويعمل، ولا الشباب اللي اعدوا لنا البتاع، ولا الناس اللي اشتغلوا، ولا لا؟ مش شرط ان احنا لازم لما نيجي نوزع الجوائز لازم لا، طيب، بس المهم ان احنا يعني نكرم، ويعني نكرم من احسن، لكن اللي بيحسن ما يحطش ذئب في ذهنه. انت ما بتتصدقش عشان يتقال فلان تصدق، ما تشتغلش عشان يتقال ده فلان ما شاء الله بينظف في المسجد، ما بتعملش الا اطلاقا، بل لما الناس تمزح حاول تقرب من ربنا شويه، لحسن هنا خد بالك ممكن تتزحلق في الحته دي. عند الحته دي ربنا سبحانه وتعالى خاف على نبيه. لما جت الوفود والاسلام بدا خلاص، والنبي قاعد مكانه لا بغزوات ولا باي حاجه، النبي قاعد حاطط رجل على رجل، والقبائل جت اسلم اذا جاء نصر الله.
مش ما تكبرش دلوقتي. دلوقتي فسبح بحمد ربك واستغفر. هنا استغفر ربك. احمد الله واستغفر. دلوقتي استغفر دلوقتي. عشان دلوقتي العزة لازم تستكين لله. فما تتغرش بالنصر. الشاهد الانصار لما النبي تيجي يوزع الغنائم ما اداش للانصار كتير. بل ادى اكتر للي ما اشتغلش كتير. جه على مثلا ابو سفيان وزعماء المشركين وكل واحد 100 ناقة. انت عارفين لما نقول 100 ناقة يعني ايه؟ يعني ايه 100 ناقة؟ الناقة بكام دلوقتي؟ حوالي 10,000 دولار مثلا؟ يعني انت لما تتكلم في 100 ناقة عارف تتكلم في 100,000 دولار. تتكلم في 100,000 دولار. احنا بنتحدث في زمان انعدام قيمة الناقة. الناقة انت مش محتاجها في حاجة، انت واخدها بس كده مزاج ولا عشان تذبحها. الناقة كانت زمان هي البي ام دبليو النهاردة. بالظبط. بالفعل. الناقة زمان كانت هي البي ام دبليو. أليم الناس اللي يبقى معاها ناقة. أليم. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان ممكن يبقى عنده ناقة. أو من عامة الناس. عندك ناقة يعني أنت عندك لبن وعندك لحمة. وعندك الخير كله. وفوق كده وكده كمان تروح مطرح ما انت عايز في الدنيا بحالها، لان الناقه ما عندهاش مشكله، تاكلها ما تاكلهاش هتمشي معاك. تسقيها ما تسقيهاش معاك، عايز تروح تعيش فين؟ ده طياره خاصه دلوقتي معاك. عايز تسافر تحب تروح تتفسح تصيف في مثلا في شواطئ الساحل الشمالي مفيش مشكله. فالناقه كانت هي البي ام دبليو النهارده، لما يدي لزعماء الشركه كده كل واحد 100 ناقه 100 ناقه 100 ناقه، يعني انت بتتكلم في 100 عربيه بي ام دبليو 100 ام دبليو 100 يا نهار ابيض. فعشان تحسبها صح ما تقولش الناقه النهارده بكام، لا الناقه كانت ساعتها ايه؟ الناقه قيمتها في المجتمع ده ايه عشان يوزع كده 100 ناقه. وبال 100 وال 200 وال 300 غنما. ودي على الانصار تقريبا ما تدوش. فالانصار الحمد لله عرف رسول الله اهله. يعني النبي خد باله من مين؟ يعني عشان كده بنقول كده من ليه احبابه. فبلغت المقال النبي صلى الله عليه وسلم. أنادي على سيدنا سعد بن عبادة. سعد بن عبادة ده كان زعيم مين؟ كان زعيم الخزرة. الوقت ده كان مات سيدنا سعد بن معاذ اللي هو كان زعيم الأوس. فنقدر نقول كان سيدنا سعد بن عبادة يعتبر زعيم الأنصار جميعا. حتى عشان كده هم كانوا مرشحينه للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. صليتوا عليه. وحجوه. لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا بعت لمين يا حاج؟ لسعد ابن عباد، ما تنساش الاسم. بعت لمين؟ بعت لمين؟ سعد ابن عباد. سعد الصابر. فبعت لسعد ابن عباد قال له يا سعد مقالة بلغتني عن الانصار انهم قالوا نعم عرف رسول الله. قال بلى يا رسول الله. الانصار قالوا كده. انت وزعت بقى الغنائم في للحبايب وبتاع ونسيتنا. فقال وما تقول يا سعد؟ وانت ايه رايك في الموضوع؟ قال الله يا رسول الله ما انا الا رجل من قومه. اظن يعني لو كتير مننا في مكانه ابدا يا رسول الله ده ما بيفهموش الحاجه. أنا حاولت أقنعهم بس للأسف ما سمعوش الكلام. أنا حاولت أقول لهم لا ده النبي ما ينفعش تقولوا كده. أنت تخيل دلوقتي أنت أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنت يقوده مين؟ يقوده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا في المجتمع المسلم ممكن ننقد الرئيس وممكن طبعاً ممكن ننقد الرئيس. ده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نقد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له طيب يا سيدي انت ايه رايك؟ قال له والله انا واحد من اهلي. يعني بمعنى مؤدب يعني وانا بقول كده يا رسول الله انا بقول انك انت عرفت اهلك. فسيدنا سعد بن عبان عظيم الانصار قال له طيب يا سعد اجمع لي الانصار في حظيره ولا تدخل علينا. اجمع لي لمين الانصار بس؟ مش عايز حد من المهاجرين ولا حد من اهل مكه يخش عليها. لقاء خاص مع بين النبي صلى الله عليه وسلم والانصار. أم سيدنا سعد جمع الانصار كله يجمع كله جمع في الحظيره قفلوا الباب خلاص ما حدش يدخل. قال يا معشر الانصار يا معشر الانصار الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال الم تكونوا ادله فاعزكم الله بي؟ قالوا بلى يا رسول الله. ما احيانا احنا بننسى حقوقنا او بننسى واجباتنا ونفتكر بس حقوقنا ايه. احيانا بنفتكر الاساءه وننسى الاحسان. واحيانا بنقيم الشخص بموقف وننسى تاريخ. لان الظلم تبين. حاج سعد لو جه النهارده واخطا فيه. بس امبارح ما كانش مخطئ. واول امبارح ما كانش مخطئ. احنا عشنا مع بعض في 100 موقف. اساف في موقف ولا في 10 يبقى المفروض ان هو كده نسبته 90%. ده كده ايه؟ صح؟ ده كده لو في المدرسه ياخد ايه؟ انت مع الله سبحانه وتعالى لو 51% بتعدي صح؟ ليه ما بتتعاملش مع الناس بهذا الموقف؟ ليه بتبص لل 1% الموقف السيء بس وهو الحاج عبد الحميد الاستاذ حميد ده كان عمل كذا وكذا 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 ده سيء جدا. الانسان ما فيهوش غير دي ما فيهوش غير اليوم ده هو اليوم اللي زال فيه ده وكان مخطئ بس هو ما شفتش الحاج عبد الحميد في اي موقف تاني هو اليوم ده اللي بس شفته. الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ بلى يا رسول الله. الم تكونوا اذله فاعزكم الله بي؟ بلى يا رسول الله. ألم تكونوا متقاتلين فألف الله بين قلوبكم بي؟ أنتوا كنتوا في حروب مش عارف فيه فرس سبق فرس يقعدوا 40 سنة يحاربوا البحر مش عارف أنتوا كنتوا بلى يا رسول الله. قال أجدوني يا معشر الأنصار. ما تردوش ليه؟ ما تقولوا لي اللي في نفسكم. فين الكلام اللي كنتوا بتقولوه من شوية؟ الناس أصلا بينكشوا عشان يقولوا له لا بس يا رسول الله كذا 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 ويقولوا له المقالات اللي في قلبهم. لكن الانصار بمجرد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ليهم ديت كانت عندهم عزيزه. فردوا يا معشر الانصار فقالوا لله ولرسوله فضلا منه. قال اولا تقولون أو قال لئن شئتم فقلتم ولصدقتم ولصدقتم جئتنا قرينا فآويناك فقيرا فأغنيناك ذليلا فآزرناك. قالوا بل لله ولرسوله الفضل من لا أبدا أبدا يا رسول الله والله الفضل ليك انت يا رسول الله مش لنا. فقال يا معشر الانصار اولا ترضون او في لعاعة من اول اقول لهم افي لعاعة من الدنيا اردت ان اتالف بها قولا حديثي عهد بالاسلام ووكلتكم الى ايمانكم وجدتم في انفسكم. يعني انتوا شدوها في نفسكم قوي عشان خاطر انا قعدت رميت لابو سفيان 100 ناقه ولا رميت لدم ناقه ولا لدم ناقه دي كانت كبيره قوي عندكم يا معشر الانصار. ايه يعني 100 ناقه يا معشر الانصار؟
انا اديت لهم النور وسبت لكم انتوا الايمان عشان انا راكز عليكم انتوا عشان انتوا الرجاله بتوعي يا انصاري وسبت لكم الايمان تقوموا تزعلوا مني انا اتكيت عليكم عشان عارف ان انتوا اللي تستحملوا الضغط تقوموا انتوا ترجعوا تقولوا لا ده النبي صلى الله عليه وسلم مطنشنا النبي ما كانش عادل ده انتوا الرجاله والرجاله لازم تستحملوا في لعاقه من الدنيا يعني حاجه تافهه النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الاف النوم والغنم سماها لعاعه عليه ما فيش يعني كده بسطه أردت أن أتألف بها قوما حديث عهد بإسلام ووكلتكم إلى إيمانكم وجدتم في أنفسكم أو ما تخضرون أن يرجع الناس بالخف والحافر الخف يعني إيه حاجة؟ الجمل والحافر اللي يقصد هنا الغنم يعني إننا أرملهم الجمال والأغنام أو ما ترضون أن يرجع الناس بالخف والحافر وترجعون برسول الله في رحالكم فبكى أنصار النبي صلى الله عليه وسلم بكاء مريرا حتى اضلت لحاهم لدرجة أن هم لحاهم اتملت بماء دموعهم يا الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقعد في مكة لأن في الوقت ده الأنصار ظنوا أن النبي خلاص بقى فتح مكة يعني رجع لأهله يعني خلاص احنا دلوقتي هنروح لوحدنا اول غزوة هنروح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهنرجع بيتنا لوحدنا النهارده لان خلاص النبي قاعد في مكة قاعد بقى 20 يوم في مكة وراح فتح ولما فتح وغنم ام وزع لأهل مكة دي كلها دلائل ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مش هيرجع معانا ده النبي قاعد في مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أما ترضون أن يرجع الناس بالخف والحافر وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله في رحالكم فقال الأنصار وقد انهمر دموعهم رضينا برسول الله قسما وحقا رضينا برسول الله قسما وحقا كفاية أوعى لنا الاسم دي يا رسول الله لا يا رسول الله لو أنت هترجع معانا يا رسول الله ده هذا أقصى ما نتمنى رضينا برسول الله قسما وحظا قال يا معشر الأنصار الله والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار لولا أن أنا جاي مهاجر كنت سميك نفسي أنصاري أنا كمان لولا الهجرة أنا منكم يا أنصار والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأولاد الأنصار وارحم الأنصار أولاد الأنصار وأولاد أولاد الأنصار فسعد أنصار المدينة وانهارت دخولهم وفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم وزال كل ما كان في صدورهم مما حملوه قبل ذلك الموقف ده يا إخوة إحنا بنذكره ليه؟ أو لو قلنا مع بعضنا دلوقتي، إيه رأيكم دلوقتي بدل ما نخليها أنا اللي أقول، إيه رأيكم؟ إيه اللي نتعلمه من اختصار هذه الغزوة من الموقف المؤثر هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ دلوقتي ما تعرفون معنا. نعم. إيه اللي إحنا نتعلمه يا إخوة من هذا؟ من هذا الموقف ومن هذه الغزوة الواحد دايما يجي على اللي بيحبه او اللي قريب منه وما يجيش على القريب او البعيد يعني انا قاعد في بيتي ولاقي الناس بجري بضيف وباجي على اهل بيتي قاعد مع اصحابي هنا وجالنا حتى بنين يعني الواحد يتقل على القريب اكثر ما يتقل على البعيد حاج مصطفى بيقول لما يعني الواحد ممكن يجي على اهل بيته عشان الاخوات يبقوا معانا ممكن يجي على نفسه بيجي على القريب من قلبه وما يضغطش على البعيد ممكن يكرم الضيف على حساب الاهل مش مشكله ممكن السيده ام سلمه او ام سنين هي وزوجها ابو طلحه يضيفوا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويبيتوا لهم من غير اكل مش مشكله. ويتظاهروا ان هم قاعدين بياكلوا وهم ما بياكلوش مش مشكله. نعم، يبقى ممكن اقرص على القريب على من اطمئن لايمانه ما اقرصش على البعيد. نعم، دي تاريخ. نعم، وفي بس معلش عايز اكد على النقطه العمليه دي الاخوه. يبقى اذا الحاج مصطفى كان بيقول لنا اذا لما يجي لي ضيف انا ممكن اجي على نفسي بس ما يجيش على الضيف. يعني لما يجي لي ضيف هنا المسجد انا لا اكل الاول ولا هو. الاخوه والاخوات اللي يفطروا بس صايمين الناس الجعانين ممكن اجي عليهم، ليه؟ انا مطمن لايمان دول. لكن الضيف اللي جاي لي من بره انا عايز اقربه، عايز احببه، عايز الف قلبه للاسلام. ده ممكن اديله 100 ناقه ودول ما ياكلوش، 100 ناقه مش مشكله. صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرمي مع دول بالمئات. النبي صلى الله عليه وسلم جاله في مره احد الاعراب فقعد يعطيه 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 الراجل يعني كان جن واسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وخد كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم الابل والغنم الغنم اللي جبناها النبي صلى الله عليه وسلم اداها له ورايح للقوم قال لهم الحقوا اجروا اجروا بسرعه اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الخوف. فكان طب ما ده كده مش غش، مش غش ده كرم. وانا بتالف الناس بكرم ولا حرج في هذا، دي من الحكمه ان انا استخدم وقت قوتي عشان خاطر احبب الناس في ديني، بل جزء من زكواتنا بيروح لمؤلفه قلوبهم لا حرج في هذا. حتى يكون غني والدين وكرمه من اموال زكواتنا، مش بس صدقات، مش بس التبرعات، من اموال الزكوات ولا ضير في هذا. سيدنا انس كان بيقول ان كان الرجل لا يسلم ما يريد الا الدنيا. جاي النبي صلى الله عليه وسلم جاي يشهد الشهادة وهو ما فيش غير لا إسلام ولا شهادة ولا محمد ولا دفن عنده محمد بن عيسى مش مشكلة. لكن الموضوع إن هو لا محمد عمال بيوزع جبال ونوق وقال لك يا عم روح الحقك حب ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا قليلا حتى يبذل روحه وماله في سبيل الله. يعني كده انت كريمه دلوقتي كريمه دلوقتي ما تعرفش بكره ده هيكون ايه. يمكن بكره ده انت دلوقتي جربته ب 100 ناقه بعد ذلك يدي لك هو اضعاف اضعاف بعد ذلك يدي لك روحه. بايه تقدرها دي؟ ان هو يدي لك روحه. دي تساوي 100 ناقه؟ نعم. يبقى نهتم بالضيفان ولو على حسابنا مش مشكله. ابو هاشم بيقول لنا ان الواحد ما يخش ما يحكمش بظواهره، نعم ما يحكمش بظواهره، ما تستعجلش في الحكم على الناس. وظننت الظن السوء وكنتم قوما بورا واحسن الظن باخيه والتمس له الاعذار ما استطعت فان لم تجد فقل لعل له عذر. يمكن له عذر تاني مش جاي في بالي. يمكن مثلا ما جاش ضغط ليه؟ ما جا يمكن عشان حصل كذا كذا، يمكن حصلت مشكله، يمكن نسي، يمكن يمكن يمكن. نعم. ايه تاني يا اخوة نتعلم؟ نعم بعض الضيف اسمه نعم. نعم. الثبات الثبات. نعم ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وثبات القلة اللي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة المحنة. الثبات ده بتاع الرجال. الرجال فقط هم الذين يثبتون. لما يضعف الناس كلهم يظهر معنى الرجال. نعم. عجبتكم كثرة. اوعى تغتروا لا بعلمك. اوعى تغتر بعملك. اوعى تغتر بمالك. اوعى تغتر بمنصبك. وكل هذا سيزول. وكل هذا لن يغني عنك شيئا اذا ما قضى الله سبحانه وتعالى امرا. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فلن تنفعك الاموال فدين ولن تغني عنك هذه الكثره. فبنقول ده عشان نتعلم منه ان مش بس ما تعتمدش على الكثره، ما تعتمدش على فلوسك، ما تغترش قوي بفلوسك، وما تغترش بحسناتك كمؤمن، اوعى تغتر بالصيام اللي صمته والطاعات اللي طعتها وتتنفخ وتظن بقى ان انا ياما هنا ياما هناك، لا قد يكون احد العصاة قد يكون هذا الان يتوب الى ربه وهو اعظم عند الله منا جميعا. قد يكون الان احد الناس يبكي خشية من الله وهو عاصي وربما له غدرات وفجرات ف
فيقول بهذه الدمعة أعظم عند الله من ملء الأرض منا جميعا. اوعى تغتر بعملك، اوعى تغتر بعلمك بكثرتك بشيء ابدا، بل سال الله سبحانه وتعالى الثبات، سال الله العون، سال الله المدد. قل بقلبك لا حول ولا قوة ولا نصر ولا مدد الا من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخوة ومشاكل اليوم مليء بهذه الدروس ومليء بهذه العبر، هذه العلاقة الحميمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه. يريد إخوة نحاول نعيش هذه العلاقة معا، دخل ليبيه بس، موقف ثاني يجيب المهاجرين بس، موقف ثالث يجيب هؤلاء بس، موقف رابع تجد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الأطفال. الناس مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع متآلف وألف بين القلوب، مع أنهم كانوا مختلفين لا شيء، مش مشكلة، لكن بهذا الاختلاف نتكامل، بهذا الاختلاف نتعاون ونتآزر ونزداد قوة إلى قوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول وفي العمل، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، نسأله سبحانه وتعالى ألا يرزقنا أو ألا نكون من الخائفين من غيره سبحانه. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيما عندك، ومن الطمع إلا في رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اهدنا اللهم واهد بنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد بناتنا ونساءنا ورجالنا يا أكرم الأكرمين. اللهم وأظلنا ظلك يوم لا ظل إلا ظل، اللهم كما جمعتنا الآن في بيتك على غير أرحام بيننا، فاجمعنا يا ربنا في مستقر رحمتك إخوانا على سور المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسب أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.